اللهم صل وسلم عليه خاتم الأنبياء ومعدن الأسرار ومنبع الأنوار وجمال الكونين وشرف الدارين وسيد الثقلين المخصص بالقوسين. اللهم صل وسلم عليه. إن الواقع لا يصدق ما تنبأ به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من تفرق هذه الأمة، أمة الإجابة، من تفرقها إلى فوق ما تفرقت إليه اليهود والنصارى، واستثنى من هذه الحزبيات استثنى يعني حزبا واحدا، فرقة واحدة، ألا وهو الفرقة التي كانت على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه صحابته. فماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد شرح بيت من بيوت الله يذكرون الله ويتدارسون كتاب الله، إلا نزلت عليه السكينة وحفتهم الملائكة وغشيت برحمة عليه أتم السلام والصلاة من ربه. إخواني في الله، أنني جئت إلى الكويت وزدت معرفة بالكويت، معرفة بأهل الله، معرفة بأهل ذكر الله، معرفة بأهل الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما زرنا جمعية التبليغ هناك دخلتنا على الإمام، رأيت دلائل الخيرات. هذا بيت خير، بيت بركة. وجينا هنا فهذا بيت، وكأننا في المغرب العظيم، ايه، في روضة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. ولم أرى شيئا أقوله تأنيهة لكم بأنكم من خير بيوت، من خير بيوت أمرت في الأرض. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه النعمة عليكم، نعمة الذكر، نعمة الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعدمها عليهم وبارك لهم وفي ذرياتهم وتقبل منهم، إنك أنت السميع العليم. إخواني في الله، نيجيريا كما أنتم تعلمون بكل عجالة دولة يعني مكتظة بتقريبا يعني 270 مليون نسمة، والمسلمون فيها الحمد لله تتراوح نسبتنا بين 60 إلى 65 نسبة، والحمد لله رب العالمين. فجينا إلى الكويت هنا الضيافة، الشيخ كانت هناك كلية دار الكتاب والسنة. هذه الكلية أسسها صديقكم وحبيبكم وبعض أعلام الدعوة في العالم الإسلامي، معالي دكتور عبد الله بن نصيف، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي سابقا ونائب رئيس مجلس الشورى للمملكة العربية السعودية، وضيفه في دولة الكويت الأستاذ خالد الصبيحي والدكتور خالد المذكور، الشيخ خالد الصبيحي جزاهم الله خير، ادعوا لهم، التحق بهم أخيرا.
وهو ايضا عضو من اعضاء لجنه امناء هذه الكليه المباركه. ونحن جينا هنا الى الكويت راينا بعدما اعنينا من اشياء كثيره انه ان الوقت لايجاد وقف خيري لهذه المؤسسه الكبيره التي قد تم اعتمادها في الخارجيه الكويتيه هنا. فبدا الشيوخ هنا الشيخ عبد المنقور والوالد الشيخ يعني ابراهيم الرفاعي بداوا يعني يتجولون بنا الى على ابواب المحسنين المهتمين بقضايا الدعوه. فكنا نرتهي ان شاء الله رئيس عبد العزيز الشايع بعد ساهموا مع الشيخ النجيري ودول المشكور.